كلمات هي موجودة بالنشيد، لازم نعرف معناها. أول سؤال، أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة للكلمات. أراها تعمل عن كسبي. تعمل عن كسبي، هل تعني كلمة كتب، قرب أم رغبة أم بعد؟ أنا آنسة، دارسة في كلية التربية، درست بداية في حلب وكفيت تعليمي في جامعة حما وتخرجت منها، ودرست لأكثر من عام في مدارس في بلدتنا، لكن بسبب الحرب والأوضاع السيئة انتقلنا على مخيمات في القسم الشمالي من سوريا، كان الوضع بالمخيمات، يعني وضع الطلاب الأولاد سيء، يعني نسوا التعليم. فاجتمعنا أنا ومجموعة من الأنسات والأساتذة وقررنا أنه نقوم بعمل تطوعي تدريس هالطلاب وهالأولاد الموجودين اللي هن أولادنا. نحن رسالتنا المعلمين رسالة أنه نعلم الطلاب وندرسهم، يكون عندنا جيل واعي، جيل يبني مستقبل جيد، وخصوصا بعد أوضاع الحرب. فلما اجتمعنا وعملنا مدرسة ودرسنا نحن وأساتذة والمعلمين، كان وضع الطلاب في البداية سيء بسبب أوضاع الحرب، مأثر على نفسياتهم كتير. فلما كنا ندرسهم بصفوف، فكانت أكثر تعليمهم، أكثر أحاديثهم عن الحرب، عن أوضاع الحرب، أقوالهم، أحاديثهم بينهم وبين الطلاب، إنه أنا بيتي راح، أنا انحرمت هيك، أنا كنت حب الأنسة اللي كانت مثلا في بلدتنا. كمان في عندي طلاب مميزين كتير، مثل عندي طالبة يعني دائما أحاديثها إنه أنا كنت ساكنة بحلب، بيتي هيك، كنت أطلع أشتري أحلى الملابس، ألعب بأحلى مدينات الألعاب، أنا هلق ساكني هون بخيمي، محرومي من كل شيء، من أبسط حقوقي. فنحن يعني نتمنى أنه قدر الإمكان نقدم لهم مساعدات من ناحية التعليم، من ناحية الترفيه، أنه نطالعهم من جو الحرب، نطالعهم من جو نفسيتهم هالسيئة. يعني إن شاء الله بإذن الله منحاول نحن أنا كرسالة كمدرسة بدي حاول إنه طالعهم من نفسية الحرب والضرب والقصف والدمار، وبإذن الله نحن والأساتذة جميعا يعني منحاول إنه نطالع هالطلاب من هاي الحالة، هن جيلنا مستقبلنا إن شاء الله، يعني بينبني فيهم هن بإذن الله. خطري ليال، نحن قالت لي مرة لا يغني الجزء عن الكل، وإذا لم تؤمن بالفكرة وتعال وزر بيت النحل، ومضيت أزور خليتها وأراها تعمل عن كسبي، فجميع النحل بها يسعى يشكو يوما من تعبي، النحلة قالت لي جبال الشهد شفاء للناس لي ويأكله غيري وأنال سعادة إحساسي، أكبرت لها هذا الدرس مضيت أعلمه أهلي، لن أنسى العمر فلن أنسى، أروى لي ما أوحى لي درس النحل. تفضلي. أنا هنا أتحدث باسم جميع الأمهات السوريات اللواتي عانينا من فقدان أولادهن وأبنائهن في الذات أكبادهن. فنحن في سوريا كأمهات صامدون، ورغم فقداننا لأولادنا سنبقى صامدون ونقدم الكثير من التضحيات. فهناك أمهات تنتظر عودة أبنائها، ورغم ذلك الانتظار يعود ابنها شهيدا، ومع ذلك تبقى صامدة. ونحن الآن في سوريا أصبح لدينا أكثر من خنساء في سوريا، حيث سجلت مئات الحالات لأمهات فقدت لها أكثر من ولد وإثنان وثلاثة وهي تبقى صامدة. وهذه صرخة لجميع أمهات العالم أننا ونقول أننا أمهات سورية صامدون وباقيون لنبني جيلا جديدا. امرأة على الغايب، تفضلي. رأينا درس النحل. درس النحل.
احسنتي، ممتاز، برافو، تفضل، احسنتي. ضعي دائرة حول كلمة علمني.